السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تامر. احنا طبعا شوية من خلاص اخذنا شوية من 8 مسائل واخذنا شوية من التدريبات. اول تدريب كان عندي صفحة 36 اخذته انا، اول صفحة اللي هي 36 اخذته، وحليت تدريب واحد الف، وبعدين رجعت اخذت من تمارين ومسائل. شفتوا هذا الحكي؟ عشان هيك في عندي تمارين ومسائل. اول شيء بدي احل تمارين ومسائل اللي هي صفحة 37، السؤال الأول اللي هو 37 ألف. ألف ما حليته، أنا رجعت أخذت ألف، أخذت باء، ما حليت ألف أخذت باء على طول. اليوم إن شاء الله بإذن الله بدي أكمل معاه حل ألف، وبعدين أرجع للتدريبات باء وجيم ودال، أرجع تاني مرة. عندي صاد صاد زائد سي يساوي 4، هذا موجود عندي، وهون صار يساوي 6 زائد سي. احنا حكينا يا مس الفكرة كانت عندي اني اخلي المتغيرات في طرف والثوابت في طرف اخر، هاي فكرتي كانت موجودة الفكرة. انا عندي هون اول واحدة صاد زائد سي تساوي 4 في طرف اللي هي المتغيرات، الطرف الاخر اللي هي الثابت. هون لا، هون مش انا بدي اضبطها، هاي اللي بتصير صار بتصير هون موجب ساد، الموجب بتنتقل من طرف لاخر بتصبح ساد، بتصبح ساد تساوي 6. هون عندي طبعا هاي غيرتها خليت متغيرات في جهه والثابت في جهه اخرى. عندي مين؟ عندي المعادله اللي هي فوق اللي هي مضبطة عندي، اللي هي متغيرات في جهة والثوابت في جهة أخرى زي ما هي، هاي الأولى وهاي المعادلة الثانية. أجي أمس عندي هون فاهم عملية، أتأكد أنا كنت أتأكد إنه هل في عندي متغيرات بقيمة متساوية وإشارة مختلفة. الأولى آسفة يا مس، الأولى موجب، هاي آسفة هاي موجب، شايفينها؟ هاي موجب، نعم. لقيت مين؟ السين والسين، لقيت هون بدنا عملنا عملية الجمع، بدي أجمعهم مع بعض، واحد صاد زائد واحد صاد اثنان صاد تساوي، آسفة، سالب موجب سين ناقص سين، نفس الإشارة في قيمة متساوية ونفس أو إشارة مختلفة بتروح مع بعض، موجب إشارة كبير ونطرح، نعمل عملية إيش؟ إنه أم الصاد بدي إياها تكون لوحدها صاد تساوي راحت 2 على 2 اللي هي 5، صاد تساوي 5، لكن نسأل عندي صاد طلعتها لكن في ما طلعتها بقى أعوض في أي معادلة موجودة عندي، بقول له آخذ هاي مرتبة وخاصة صاد تساوي 6 زائد سين اللي هي 6 زائد 5 اللي هي صاد تساوي عندي 11، صاد تساوي عندي 11، ناقص لا مش 11 في غلط عندنا، مش 11 ليش؟ لأني أنا جيت أعوض خليني أعوض هون، صاد زائد سين تساوي 4، صاد 5 زائد سين تساوي 4، سين تساوي هون 4، وموجب السين سالب 5، السين تساوي سالب 1، شفتوا كيف؟ إحنا بس إيش؟ عوضنا الرقم بالغلط، هون سين تساوي سالب 1 وصاد تساوي 5، بالشكل ها خلصت أنا عندي التمرين اللي أنا تركته معكم. تعالي معي على ناخذ التدريب الأول قلت لك اللي هو ألف أنا عملته، التدريب الثاني اللي هو باء، التدريب الثاني اللي هو باء حاعطيك اياه
اللي هي سي دائما بحب السين تكون تحت السين والصاد تكون تحت الصاد كأني بجمع كيف بدي اجمع سين وصاد من غير ما اضبطها خليك معي شوي صغيرة هون انا اقول دائما السينات لحال والصادات لحال هاي السينات لحال وهي الصادات السين والصاد اسف المجاريل اللي هي متغيرات لحال والثابت لحال هون لا هون لا انا مستوله لازم ادخله هون بالسين اول شيء هون في سين اول شيء بخليها سين موجب حتصير سالب موجب صاد تساوي سالب 4 هاي هي المعادلة شايفينها بالشكل هذا نيجي على المعادلة الثانية هنزلها زي ما هي لأنها كل لأنها عندي نفس الشيء نيجي يا مس على المعادلة الأولى وهاي المعادلة الثانية نعمل عملية نتأكد إنه في عندي قيمتين متشابهتان بالقيمة مختلفتان بالإشارة نعم موجب سالب نعمل عملية الجمع بتروح مع بعض نعمل عملية الجمع هون اللي هي 4 صاد 1 و3 4 صاد تساوي شرط كبير ونطرح شرط كبير ونطرح اللي هي 8 نعمل عملية الصاد تساوي 2 الصاد تساوي 2 نجي أمس على أي معادلة من المعادلات اللي عندي الصاد تساوي س ناقص 4 الصاد تساوي الصاد تساوي س ناقص 4 لا هي احنا الصاد مش معنا صح؟ طيب ناخذ أي معادلة عادي مش مشكلة ناخذ أي معادلة س زائد 3 صاد تساوي 12 ناخذ المعادلة الأولى س مش موجودة صاد اللي هي 12 ناقص موجب سالب ناقص 3 صاد اللي هي س تساوي 12 في الصاد قديش يا مس 3 اللي هي سالب 6 هاي 3 بدل هاي 3 سالب 6 س تساوي 6 س تساوي 6 معناته مجموعة الحل 6 و 2 6 و2 سالب س نعم سالب س سالب س اول شيء اللي هو المعادله شايفينها بدي انزلها سالب س بتصير موجب س هاي ما انتقلتش بتضلها موجب زي ما هي تساوي 4 كمان ما انتقلت هاي اول معادله ثاني معادله بدي انقلها كمان تحت بعض بالشكل هذا ثاني معادله بدي انقلها تحت بعض بالشكل هذا 5 س زائد 10 ص تساوي 20 طلع علي جيت لقيت ولا واحدة لا هي بالقيمة ولا هي بالاختلاف بالإشارة لا هي بتساوي بالقيمة ولا مختلفة بالإشارة شو أعمل بس الآن بدي أضرب بدي أضرب بإيش بسالب في الشغلة سالب هون عندي 5 هون ما عندي 5 هون عندي 10 هون ما عندي 10 طيب نيجي نقول أنا بدي أخلي هاي سالب 5 بدي أخلي هاي سالب 5 بضربها في سالب 5 بضربها في سالب 5 شايفينها سالب 5 هاي المعادلة شايفينها برجع ثاني مرة اكتبها سالب 5 س بضرب كله في سالب 5 سالب موجب سالب 10 ص سالب في موجب سالب 20 لقيت هاي المعادلة الأولى وهاي المعادلة الثانية هاي المعادلة الأولى وهاي المعادلة الثانية نعمل عملية الجمع بنعمل عملية الجمع نيجي أمس شايفين هاي المعادلات اللي عندي شايفين هاي اللي بدي اجمعها هاي باللون الأحمر موجب سالب نفس الإشارة إشارة مختلفة نطرح إشارة شكل أكبر نطرح ما فيش أكبر 5 ناقص 5 0 5 س ناقص 5 س 0 موجب سالب نفس إشارة أكبر نطرح ما فيش إشارة 10 ناقص 10 0 طيب صفر هاي طلعت صفر هذه كلها طلعت صفر 20 ناقص 20 صفر صفر يساوي صفر شو اخذت انا لما كنت اعمل رسم بياني شو اخذت
لما يكون ما فيش السين والصاد مش موجودة والعددين متساويين 12 ضرب تساوي 12 مية تساوي 100 ألف تساوي 1000 بقول له هل هنا لها عدد لا نهائي من الحلول ليس لها حل ذيك وحيد هون لقيت حل وحيد هون لقيت حل وحيد هون يوجد لها عدد لا نهائي من الحلول يوجد عدد لا نهائي من الحلول يوجد عدد لا نهائي من الحلول معناته الخطان مالهم او المعادلتين الخاصيتين مالها متطابقتين اذا المعادلتين الخطيتين مالهم يمس متطابقتين الخطين متطابقين لما خطين عندي انطبقوا على بعض فمعناته انا اخذتها من اول ما بديت احل نظامي المعادلات بالبيانية قلت لا اذا كان ما فيش لا سين ولا صاد كلها راحة وعددين عدد يساوي عدد فكل لي لها حل لا نهائي من لها عدد لا نهائي من الحلول يعني الخطين متطابقين اذا الخطين متطابقين نقول مش يكون معادلات الخطين متطابقين خلص ما بين الشرط يكون معادلات نعم نيجي بس على اخر وحده في التدريب اللي موجود عندي ان شاء الله وانا عندي بصير يا مس حافظ مسافه بصير عندي كمان تدريب رقم 2 ان شاء الله بحله ان شاء الله الحصه الجايه مع سؤال رقم 2 للتمارين هو مسائل بصير عندي حل ان شاء الله حضحطكم للحصه الجايه باذن الله حنحل يعني ان شاء الله اليوم مش حننهي الدرس اصلا شكله مش حننهي الدرس لان الدرس بده شويه يحلوا كثير السؤال جيم لا ده ده حناخذ المعادله وناخذ المعادله الثانيه خليكي معي انا اتفق معادلتين على اللوح ونشوف كيف بدي احل هاتين المعادلتين نيجي يا مس على اول شيء بالحلف اتاكد انه في عندي صاد توصيل نفس القيمه اشاره مختلفه هو ثلاثه لا ما لقيت ولا حتى نفس القيمه ولا اشاره مختلفه ولا نفس القيمه ولا اشاره مختلفه شو اعمل في عندي هون ممكن اغير الاشاره واغير هاي اضرب في سالب 3 ليش؟ لأن لو ضربت سالب في سالب بتعطيني موجب غيرت الشارع الثاني واثنين في ثلاثة 6 أنا شايفين كيف تفكيري؟ هذا تفكيري أول شيء الأولى بنزلها كما هي الأولى بتنزل كما هي خلاص؟ هاي الأولى الثانية نس تنزل بدي أضرب سالب في ثلاثة سالب ثلاثة صار سالب في سالب موجب 6 صاد سالب موجب سالب 12 نعمل عملية الجمع بالشكل هاي التالي تعالي معي خليكي معي سالب موجب إشارة أكبر مطرح ما فيش أكبر 3 ناقص 3 3 سالب موجب إشارة أكبر مطرح ما فيش أكبر 6 ناقص 6 صفر صفر طلعت عندي كلها صفر سالب نفس الإشارة ونجمع هل الصفر يساوي أربعة سالب 14؟ بتقولي لي لا يساوي بتقولي لي يساوي إيش يمثل لما يكون عندي عددين لا يساوي بعض اثنين لا تساوي سالب ثلاثة صح؟ شو نقول؟ نقول ليس للنظام حل ليس للنظام حل إذ قلنا لا يوجد للنظام حل معناته الخطين مالهم الخطان مالهم متوازيان الخطان متوازيان صح؟
واضح؟ مش شرط يا ميسي يطلع حل. تقولي والله ميسي يا الله كله طق راح، طب وين فيه وين صار؟ ليش ما طلعت فيه حل؟ ممكن يطلع لك بالشكل هذا انه لا يوجد حل، لكن العددين متساويان 0 0 2 2 4 4 مش شرط يكون 0. اي عددين متساويان بقول له يوجد عدد لا نهائي من الحلول والخطين متطابقان. لكن اذا كان السين والصاد مش موجودين او قاعد العدد